صدمناك يعني هاي كلها بس هاي المعلومات كلها صادمة. هاي كلها ما تعرفيها. إحدى المخالفات المرورية اللي دائما ما نتكلم عليها وأيضا توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم بمنع ومحاسبة المركبات اللي ما بها لوحات، وإحنا أكيد كمديرية مرور هو واجبنا تسهيل حركة السير والمرور وتسجيل المركبات. شنو مخالفتك؟ بدون مفاجأة. بيها ثلاثة أشهر. بيها ثلاثة أشهر. تمام عاش تيدك. لازم أرتب السيارة وهاي حتى أوديها. نزل لي بعد شوية جامع. هسا إحنا أنت تقول بيها ثلاثة أشهر. هسا أنت إحنا من استوقفناك شنو مخالفتك برأيك؟ أنا راح يعني ما اعرف ويا هسه هم وقفوني اعطيتهم الارقام السنويه وقلت نعم بيها ثلاث اشهر هي بعد ما اعرف شنو. تمام طبعا بدايه مو لازم اول معاذ هو كسائق مركبه ما يعرف شنو مخالفته. احنا واجبنا كمديريه مرور نوضح له شنو مخالفته على مود هو يكون على درايه وعلم واحنا ايضا نوضح لاخواننا سائقين مركبه. هو الاخ يقود العجله بدون ارقام. نعم وتدرين دخول المركبة نعم. إلى فترة شهر نعم. 30 يوم نعم. من تاريخ دخولها من الميناء نعم. يتجول بها داخل بغداد أو داخل المحافظة لغرض ترقيمها مو لغرض المعامل. لغرض إنجاز معاملاتها الشخصية يعني غرض يرقمها يطلع بها رقمها يلا بعدها يطلع يقودها حال باقي السيارات. تمام زين بالإضافة زين. إلى هاي المخالفة ايه؟ طبعا هو كان ما مرتدي حزام الأمان يلا لا لا أوكي ما عندنا مشكلة هسه اللوحات اللوحات فيما يخص اللوحات اللوحات منثبتها زين انت ليش ما مثبتها؟ شلون عيني؟ خليها هنا انا والله اتوقع بالبريد هو وين مكانها صحيح اللوحات؟ يقولوا له خليها احنا ممكن نوضح له وين مكان اللوحات خلي ترجع الاخ حتى يشوف وين مكان اللوحات وين تصير هاي مكان اللوحه مكان اللوحه يكون مقدمه العجله بالمكان المخصص للوحة نعم وبمؤخرة العجلة هو المكان مخصص للوحة المرورية والأخ يعني ما أعرف يجهل هذا الشيء أو ما يجهله ما أعرف باعتبار أنه مؤقتة أنت يعني سائق وعندك إجازة وتعرف القوانين المرورية المفروض هذا الشيء يعني المفروض تعرفه أخي تثبت هنا اللوحة تثبت بمؤخرة العجلة يعني اللي يعطوك إياها مو تضمها داخل العجلة تثبتها الغاية العلمية من اللوحة شنو؟ معرفة هوية المركبة صح؟ بما أنه حضرتك لك كل الحق انه تستورد مركبه وتسجلها على راحتك، اكو قانون يفرض عليك موضوع جدا مهم هو اولا تثبيت هذه اللوحات، ثانيا انجاز المعامله خلال مده اقصاها، يعني انت من حقك انه انا امبالي 30 يوم زين 30 يوم بعدها تحجز ها بالمناسبه طبعا ال 30 يوم انه الفتره اللي تطلع بها تراجع لحد 2 الظهر وايام العطل والجمعه ما مشموله احنا صدمناك يعني هاي كلها بس هاي المعلومات كلها صادمه كلها انت ما تعرفيها اي ما احنا نضيف لك هاي المعلومات بس انت عندك معلومه انه المركبه تسجيلها خلال شهر هاي المعلومه عندك والاهم ما تعرفها اوكي تمام ما مختلفين وياك لكن من المعقول اللوحات خليها بالسياره خليها على الجامعه اول ما اول شيء العفو اللوحات ما كانت عجامه كانت داخل العجله صندوق العجله ست حتى ما خالها على الزجاج الامامي ولا خالها ثبتها بالامام خالها بصندوق السياره شو تسوي؟ اولا بالخير وبالعافيه عليك السياره لا قرفتها حلوه مع بالك المرور لزموها انه اكو مشكله اخواننا احنا غايتنا هو خدمتكم لكن واجبكم ان تساعدونا توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم فيما يخص اللوحات المرورية المفروض تثبت اللوحات مو الغاية من عندها أني أخليها بالسيارة أنا شو استفاد منها اتبع القانون ما تعرض نفسك إلى المخالفة إجراءك ملازمة والمعاد مع المخالفة نعم إحنا إجرانا طبعا المركبة من تعبر المدة القانونية نعم. ولحد ما متخذ الإجراءات وما مراجعة ودوار تسجيل تحجز المركبة نعم. لحين إنجاز المعاملة وترقيم العجلة حتى بعد يجلب السنوية المقر القاطع يباشر بمعاملة إخراج المركبة نعم أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة وراح نأخذ الإجراء القانوني لا شك.